مبروك يا طال، اليوم مكبانقنس سبيشل. يا نعم، وهو كذلك سبيشل ومميز يا ناس. تشوفون يا لازم نصي لكم الضوء، تلقون عليها نظره عن كذب. شوفوا الاجبون والترتيبون مال هاي الشنية، صراحة ما ادري. نعم نعم، بوم جيد. وهنا شنو نفس الحالة بس المكونات تختلف. هاي مكوناته بالسجق، حروش بعد المخبوزات بالجبنة مخبزني تخبز. شوفوني شنو انت؟ يلا. واو هم بالجبنة حار بعده. قولي هذا اللحوم بالجبنة وصلصة الطماطم والطماطم المقلية مدري شنو. طفر علي شاورما وفطور ومدري شنو بالجبنة هم. أنواع الجبن بي طبق أشبه بالخيال. وخلونا نبدي بهاي الوجبة الدسمة. نعم، شوية مليت من الأكلات الشعبية، خلوني شوية أكل فاست فود ومطاعم. شوفوا لي هاي السندويتش شنو انجي، شنو ترتيباتش، تقدر هيك تسويها. شوف شلون مكسبها لك، تطبقها بهاي الكيفية. يلا فول الجبنة. هاي الجبنة الرهيبة. يلا. طعم خيالي يا ابا صراحة، سندويتش ممتازة. عندكم هنا طماطم وجبنة وصلصة طماطم مدري شنو تقدر تضيف عليها.
يقوم لها بالسجق إنها السجق رهيب صراحة طعمه. شوفي 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 جبنة سوينا هنا على ميكس شاورما بصلصة الطماطم طماطم وسجق وهاي الخبزة المحمصة هاي السندويتشات الصحيحة. لا تجيب لي اياها متروسة زلاطة وما ادري شنو صاصات مخربة الدنيا، لا. أريد أستمتع بالجبنة، أريد أستمتع بالسجق وهاي الترتيبات. أنت شوفوا لها اللحم الشاورما كمية الجبن الفظيعة اللي عليه هو الجبن هواي جبن بيه هواي هاي اللحوم هنا فطر يمكن ما ادري لا لا نستمر بهاي التحفة يا هاي صارت هاي اللقمة
الشاورما ويا السجق تناسق رهيب يصير. رهيب يا ناس، ويا صلصة الطماطم بعد شي عالم ثاني صراحة. اوكي اي هنا بس جبنة بقت. شكرا على المشاهدة.